هذا سبيكتاكل ديال المسرح سميتو تياتر فورون، مسرح المنتدى. تنهضروا على واحد الموضوع وانتوما كتكونوا طرف في النقاش ديال هذا الموضوع هذا، دونك نتوما اللي غادي تبنيو هذا المسرح، هذه المسرحيه هذه ديال المول. متفقين؟ كتب لي الانرجي ناعسه شويه. اوكي، غندير لكم واحد اللعيبه ديروها معايا عافاك، ديروا يديكم بحال هكا باش نقول طاب ضربوه. اوكي، طاب 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 طاب. اوكي، انا نقول طاب 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 صافي، راكم كاينين. اوكي، نبداو السبيكتاكل ديالنا، كلشي تيسمعني ياكم. كيقول واحد المثل المغربي، حتى تكونوا اليوم ترياجيو معايا مزيان. تيقول واحد المثل المغربي، كون كان الخوخ يداوي دا مزيان عارفين، ولكن هاد الخوخ كاع اللي عندنا ما مداوي لا راسو، ما ناصح راسو، ما معاون راسو، ولكن ناصح صحابو وحبابو والناس اللي دايرين فيهم. وإلا بغينا نهضرو هاد الخوخ هذا بصح، أنه ما ناصحش راسو، كاينة شي حاجة وعندو شي حوايج في راسو نيت، اللي مخدمينو اللي خدموه خادمينو مخدمهم تيخدمو عليه تيخدمهم هو. عرفتو هاد اللعيبة شناهوما اللي كاينين في راسو؟ شنو عندنا في الراس؟ قولو بجد، قولو بجد. أفكار. شنو كاين وصل منك؟ صافي، كلشي قال أفكار، كاين الدماغ كاين الأفكار، المهم هما الأفكار مزيان. عمرنا شي عرض ماشي واحد عاق بهم، ولكن نتوما عرفتو. حنا غنهضرو على هاد الأفكار اليوم. دونك انا واحد الانسان ما عارف حتى شي حاجه على هادشي اللي غنهضروا عليه. غنتفقوا قبل على واحد الحاجه، فاش غنبغي نهضر تنزل يدي وتنقول داكشي اللي بغيت نقول بكل حريه. بغيتي توقف وتقولو، بغيتي تخرج وتقولو، بغيتي تجي هنا وتقولو، المهم عندك كامل الحريه انك تقول. ما تنديروش حوارات ثنائيه، ما غنبداوش تسمع هاد البنت هادي تهضر مع داك الولد من الليل، تيتناقشوا النقاش تيكون هنا بيناتهم. انا ما فاهم والو، ما عندي حتى شي راي في هادشي اللي غادي تقولوا، انا فقط انظم النقاش. متفقين؟ ما ديروش لي ها تمشي ها. اوكي، دونك انا ما فاهم والو، وسمعت بزاف الناس تيهضروا على الحريه. هذا الموضوع ولينا تنسبوه بزاف في هذا الوقت هذا، وانا بصح راسي ضرني وما فهمتش شنو هو المعنى ديال الحريه. بغيتكم تشرحوا لي، الله يرحم الوالدين، شنو هي الحريه؟ كلمة، في حرف، في جملة، في مجلد، في شعر، في أي لعبة. شي واحد يزيدو ويقول لي شناهي الحرية بالنسبة لي؟ الحرية هي مسؤولية. شنو سميتك؟ وفاء. وفاء كتقول لنا بلي الحرية هي مسؤولية، واش متفقين معاها؟ لا، واش متفقين معاها ولا ما متفقينش؟ اللي ما متفقش يقول لنا شنو الاعتراض اللي عندي. عندك شي تدخل؟ اوكي. طبعا كنتفق مع نسبيا، ولكن فاش قلتي تقدري تزيدي شي حاجه لبنت لك شي فكره؟ لا، فاش قلتي الحريه في كلمه ولا في حرف ما عرفتش، جاني بحال تقديم مفهوم الحريه، يعني في نهايه المطاف الحريه راه مفهوم يعني رافق الوجود الانساني ككل، يعني من الوجود الانساني بدا التفكير في المجتمع، وهذا الا ولا مفهوم الحريه كي يعني بداو الناس كيفكروا فيه، وبالتالي هو راه ما قدروش تقزموه في كلمه ولا في حرف، يعني هذا هو التحدي اللي كان عندي، لانه هو نقاش وغيبقى ديما داير عليه النقاش. ولكن انا من رايي انني كنتفق مع الزميله اللي قالت بان الحريه هي كترافقها مسؤوليه، يعني هو الانسان كيكون عنده حريه الاراده في داكشي اللي كيدير، كيكون مقتنع به، يعني ربما هو اللي كيقرر فيه ولا هو اللي ولا حتى لما قررش فيه كيكون موافق مع ذاك القرار اللي مثلا جا من جهه من الجهات واختاروا عن الاراده، يعني تفكير وعن وعي، كنركز على القضية ديال الوعي والمسؤولية، يعني هو القرار اللي كيتخذها الإنسان في الحياة ديالو، ولا في داخل جماعة معينة بإرادة وبمسؤولية وعن وعي. يعني بغيتي تقولي بلي الحرية عندها علاقة كبيرة مع أنك خصك تكون واعي بشنو كدير، وتكون مسؤول على داكشي اللي تدير. باش نفسر لك انا، حيت ما عارفش زعما، انا ماشي نقسم زعما لا فالور ديال الحرية، مي انا غير بغيت
زعما حيت كاين بزاف الناس يحشموا مثلا ما تيقدروش يهضروا يقدر يقولها كيف كلمه ولا شي حاجه. انا بغيت نعرف كاع كل واحد في دماغه شنو تيدور ليه على الحريه. دونك قلنا بلي الحريه هي مسؤوليه وعندها علاقه مع الوعي. خصك تكون واعي بشنو تدير ماشي تدخل الاخر. شجاعه. تفضل اسمح لي انا نرجع عندك. شجاعه تيقول شنو سميتك؟ موحى تيقول لنا بلي الحريه شجاعه. تتفقوا معاه؟ تقدروا تخرجوا اصوات تقولوا اه ولا لا. مزيان انا تيعجبني نسمع. اوكي دونك الشجاعه هي كاينه الشجاعه. شي واحد عنده شي نقطه اخرى؟ اللي وراك وانت مورا. اكاد اقول حسب مارتين سين الحريه هي توسع الاختيارات. اوكي عندما توجد لدي مجموعه من الاختيارات اذا انا حر. عندما تضيق لي الاختيارات انا اصبح حر. اوكي يعني ملي تقدر تشرح لي بالدارجه؟ مثلا اعطيني مثال بسيط. عندما تعطيني مثلا تمرين معين انا صديق مثلا ومثلا قلت لك مثلا ناخذ فنجان قهوه. اوكي. وجا مثلا اللي غيعطينا يعني النادي فانت اختاريتي الاختيار ديالي. مثلا قلت له جي معك مثلا حليب بجوج شربوا الحليب بجوج او لا اللي اختاريتي انت خليتيني حتى انا نختار بالرغم انني صديق ديالك او صديق يعني قديم. هذا اختيار. مثلا طموحات مستقبل وكيكون اختيارات متنوعه فهنا انا حر. عندما تضيق لي اختيار مثلا اختيارك كذا حتى مستقبلك كذا فبالتالي ما كتكونش يعني هي عندها تصور يعني ملي يعني الى فهمتك مزيان يعني الحريه ملي تدير لها واحد القيود تتولي تتنقص من زعما ملي تدير لها ديكار تديرها في ملي كدير لها حدود ما تتبقاش حريه زعما. واش هو خيار؟ لا لا لم اقصد مثلا حاليا ربما نعطيو مثال. حاليا دابا قلت كل فرد عنده فكره معينه. عندما وسعت لنا هذا الاختيار هنا اصبحت حريه ذاتيه لي. انا عندي عندي الحريه هي الاختيار. هذا عند الحريه هي المسؤوليه. فبالتالي هذه الاختيارات هو طبقها على كل المجالات. اوكي يعني هي عندها علاقه بالاختيار. اوكي دونك قلنا بلي الحريه عندها علاقه بالمسؤوليه بالوعي ديالك بشنو تدير و كما قلنا بالاختيار. اسمحي لي. السلام عليكم بطل. كنظن بلي نقدر نختلف مع الاراء ديال الحاضرين زعما اليوم من الطلبه واساتذه القاعه. لكن الحريه نعم تختلف. اكيد من منظوري الخاص قد اقول ان الحريه هي ان تبدع بدون قيد. وبما انني اكتب مجموعه من الاشعار. اسمحي لي واخا ما خصنيش نوقفك. واش كلكم تتقراو هنا باللغه العربيه ياك؟ لا حيت هو هضر باللغه العربيه تهضري باللغه العربيه. سي دابا باش تكوني حره خصك تهضري باللغه اللي تتهضري. ياك تفكر. صافي تفضل. ثاني اقول بانه الحريه بالنسبه لي هي ان تبدع من دون قيد. بما اننا نفكر في مجموعه من المواضيع بما اننا نفكر بشكل حر فعندما اكتب اشعر بانني اتحرر واستشعر ايضا وجوديتي. اوكي قلتي كلمة القيود في التعريف ديالك. شنو هما نقدروا نقولوا هاد القيود هادو اللي تيحبسوا اللي تيحدوا من هاد الحرية؟ حيت قالت ملي تيوليو قيود وانا كنفكر مثلا ندير شي حاجة ولا هذا هنا تبدا تحد الحرية ديالي ياك. شنو نقدروا هاد القيود هادو شنو هما يقدروا يكون مثلا شي لعبة تبغي ديرها وتلقى راسك مقيد؟ غالبا غادي تكون القيود الداخلية. هاد القيود نقدر نعبر عليها بالأفعال يعني من كنقول التحرر الفكري. اوكي. على سبيل المثال تيكونوا أنا مثلا عندي مترسخة ليا بعض المعتقدات والتقاليد في الدين ديالي. مثلا كل خطوة بغيت نديرها كنقدر نتشكر بلي راه مثلا هذه حشومة عندنا في الدين ديالنا ما خاصكش دير هذه ولا هذه. فهمتي. أفكار هي اللي مقيدة. هما أفكار هما اللي تيكونوا مقيدين وهما على شكل الدين. شي حاجة أخرى تتقيدنا أخرى من غير الدين مثلا ماشي بالضرورة. الثقافة التقاليد شي حاجة أخرى.
تفضل. الحريه كمفهوم انا اعتبره تمثل لدى كل فرد، وكل فرد له رؤيه حول الحريه التي يتمثلها في دينه. ثانيا، الحريه تختلف من مكان ومن زمان الى اخر. الحريه التي يعني اعرفها انا اليوم تختلف عن الحريه في السابق او في التاريخ السابق او في الزمن السابق. كذلك الحريه التي اتمثلها انا واقر بها واعترف بها مثلا في المجتمع المغربي تختلف عن الحريه التي مثلا في المجتمع الصيني او في المجتمع الاوروبي. فاذا يعني كذلك الحريه يعني تصطدم مع الثقافه ومع التقاليد ومع القانون كذلك. ربما هناك بعض القوانين تفرض قواعد، يعني لا يمكنني ان اكون حرا دائما وان افعل شيء. ربما عندما اريد ان اتمتع بالحريه التي اعتقدها انا قد امس حريه الاخر، وبالتالي ادخل في الحق والواجب والحقوق. مزيان هذه النقطه، حيت واحد المهضر على هذه الحدود ديال الحريه. نعم. فين تتحد فين تتسالي؟ انا باعتباري الحريه هي قرار، عندما زعما كنبغي انني نتحرر من شي حاجه يعني خصني نقرر بعدا واش انا باغا ديكول حريه ولا لا، سواء في اي مجال، سواء مثلا غير في التعاملات مع الوالدين، واش هما غيبزوا عليك واحد الحاجه غديرها مثلا واحد التوجيه، انت خصك تقرر واش انت تكون حر في ذاتك وتفرض ديك الحريه ديالك او لا تخليهم هما اللي يتحكموا. وقس على ذلك جميع المجالات. قرار غاز. أنا بالنسبة لي يعني في لبس السياق كما أشار الأصدقاء، بالنسبة لي أنه ليس هناك وجود أصلا لحرية مطلقة. فالحرية يعني ولو أني أقول أنني حرة إلا أنني ليست لي حرية مطلقة، فأكون حرة في بعض الأشياء، لكنني مثلا نحن في المجتمع لدينا العديد من القيم والقواعد، ومثلا داخل هذه القاعة ولو أننا نتكلم عن الحرية وأن لنا حرية أن نفعل ما نشاء، إلا أنني أنتظر حتى ينتهي الزملاء من الكلام وأرفع يدي. هنا أنا متقيدة بالعديد من القواعد، يعني أحترم قواعد النقاش. كذلك في القسم مثلا يعني لن أكون حرة أن أتكلم متى أشاء، أقول أي شيء، يعني دائما نتقيد بقواعد وقوانين. فهمتك. في هذا المثال اللي قالت، أنا أرجع عندك، في هذا المثال اللي قالت، شو سميتك؟ حسنة. في هذا المثال اللي قالت، قالت لك لاحظت باللي راه هنا كاينين قيود أنها خصها تهز يدي، ولكن واش ما تظنيش أنه زعما ممكن يكونوا القوانين تيحبسوا علينا الحرية، ولكن إلا ما كانوش واش نقدروا نديروا هذا النقاش إلا كلشي كان تيهضر في الطاقة؟ نجربوه؟ يعني واش نجربوا هضريتي وهضروا وهضروا نشوفوا واش يعني انه ما كايناش نهائيا حريه مطلقه والا غادي تولي انحلال. يعني دائما حتى في المجتمع مثلا ملي كنكونوا في مجتمع مثلا اللي هو مجتمع مسلم، يعني كنكونوا حر مثلا كتكون عندي حريه وكيف واحد الحدود حرية، ولكن في حدود. ملي غنمشي لمجتمع اخر عندي يعني واحد متسع من الحريه، ولكن كذلك ساحترم يعني القوانين ديالهم والقواعد الى اخره. اوكي. تعقيبا على مساله تقصير القوانين او الامور اللي هي كتدخل في العلاقات الاجتماعيه، او اذا ما يمكنناش نعتبروا بانه الحريه هي فعلا، اذا كانت الحريه هي حق كنقولوا بان الحق ما كيلغيش حق واحد اخر. اذا تمكنت انا وخديت ذاك الحق ديال الحريه ما غاديش كنحاول نهضر بالدارجه باش ما نخلوش. لا انا مزيان هي اللي هضرتو بالدارجه، انا تنهضري بالدارجه. اذا خديت الحق اللي هو الحريه، ما هذا ما كيعنيش انني نحد من نلغي واحد الحق عند شخص واحد اخر اللي هو الاخر، حيت الاخر ما يمكنليش نلغيه حيت هو عنده حريه. اذا قلت انا خصني الحريه بشكل انه هي مطلقه، لا ما خصنيش قيود، ما خصنيش ناثرها، ما خصنيش، اذا هنا غتعم واحد نوع فوضى. لانه كيف قلت ما كاينش حق كيلغي حق واحد اخر. يعني نقدروا نقولوا باللي الحريه هي انك مثلا دير اللي بغيتي بالاراده ديالك وبالوعي ديالك وبالقرارات ديالك في اطار احترام الحريه ديال الاخر. هي المساله اللي كنقولوا تنتهي حريتي عندما تبدا حريه الاخر. صافي قال داك الشيء اللي كتبغي تقول. لا اله الا الله. دونك فاز تفضل. اظن ان مفهوم الحريه تتهضر بالدارجه.
هضر ليا بالدارجه. هذا شعيب باللغه العربيه. لا حاجه حيت حنايا دابا دابا فين؟ حنا في كليه. نعم كنتكلموا باللغه العربيه. نعم ماشي انا نتكلم بالدارجه. دابا لان الدارجه الا جيت نشرح لك غادي. حنا دابا مثلا الناس اللي قرينا المسرح مثلا في المعهد وداكشي كنا تنخدموا حنا بغينا نوصلوا للناس اللي غيفهمونا بزاف. زعما مثلا نقدر نهضر مع جداتي وتفهمني حيت جداتي ما تفهمش اللغه العربيه. انت واش كنتي مع جدات ولا معاهم؟ لا كنتي دابا كنتي مع اللغه العربيه. طالب هو بغيت يتكلم اللغه العربيه. متفق معاه. عنده اختي عنده حق. عنده الحق يعني حريه داخل في اطار الحريه. لا حيت انا واش حريتك انتهت مني هو باللغه العربيه؟ لا لا هو عنده الحق يتكلم باللغه العربيه. مزيان هذا الموضوع مزيان هذا نهضروا فيه. لا دابا هو يقدر يهضر باللغه العربيه. انا مثلا تنحس بعض المرات مثلا تمشي نلعب شي بلاصه وشي واحد تينوض وتيبدا يهضر باللغه العربيه. لا ماشي بعض المرات تبيع دابا اي انا تنحس بعض المرات بشي واحد تيهضر باللغه العربيه. تبدا ميزو سيتياسيون. ايوه انا ميزو سيتياسيون تبيع دابا ما تقوليش على ما تعطيش امثله. اعطيني دابا دابا معاك باللغه العربيه واش يجيب باللغه العربيه يجيه لا. انا ما عنديش حق. لا قلتي له قلتي له قلتي له شكون تسكن بالدارجه. انا غير زعما على ود حيدي له حقه. استسلم على الحريه. فين الحريه؟ انا الحريه ديالي مشات دابا. لا هو حريتك مشات. ما خليتنيش نهضر انا. لا ما خليتش تهضر. ما خليتش تهضر لانك هضر على حاجه ماضيه. كيعطيني امثله سابقه. انت كدوي على انت الف حرم جامعي. الحرم الجامعي تا هو عنده تقاليد وعنده طقوس وعنده هذا. داكور تا هو عنده حرمه ديالو كيتسمى حرم جامعي. اونسانت يونيفرسيتير. لونسانت يونيفرسيتير المفروض فيه انه يكون المستوى اللغوي والثقافي والفكري والعلمي للطلبه مرتفع. ماشي نضطوه باش نفهموه. لا طلعوه واللي بغى يفهموه يطلع لعنده. صح هذا هو الجامعه. الجامعه ما خصهاش تهبط دائما. خصها تطلع هي نخبه المجتمع. الجامعه استاذ ماشي قاعده المجتمع. اللي بغى يقصده هو ان كانت واحد لابارتي هنايا قال لهم واش كاملين كتقراوا بالعربيه؟ قال لي لا كاين دي فرونسيزون هنايا. دوكو حنايا فين هو الفرونسيزون؟ هما معايا جو بونس فرونسيزون 100%. نو سي با 100% ولكن غنديرو واش الاغلبيه كت غناخذو ما يفهموش اللغه العربيه. الاقليه ما يفهموش اللغه العربيه. الا تسنتو عرفتو الاخبار باللغه العربيه ما يفهموهاش. واخا نقدروا نسولوهم الا انهم ما عندهم حتى شي اشكال اننا نكملو. يتكلموا باللغه العربيه دابا. الا ما فهموش يسولو. انا ما تنفهمش اللغه العربيه. خليه هذا هو عاد ديك الساعه نقول له سولو يعطيك الشرح. سولتونا واش لا فورماسيون ديالنا باللغه العربيه. حنا فورماسيون ديالنا عربيه وفرونسي ولكن اللغه العربيه كنهضرو بها وديكو كاين معنا ناس فلسطينيين يعني اللغه العربيه باش توصل لهم الفكره احسن. اوكي هذه ما كانتش في راسي. انا من السؤال الخارجي ماشي مغاربه يعني صافي جيت دابا اللغه العربيه فقط ولا شيء غير. لا حتى الدارجه ممكنه ولا في دارجه بقوله ايضا لكن عنده حق يتكلم باللغه العربيه. انا كنتكلم تبيتي على الحق. انا لا اسلوب حق دابا اسمعني عافاك باش نشرح لك حيت زعما انا هنا تنقدم عرض اللي انا كتبناه بالدارجه. حنا ناس تدافعوا على اللغه حيت في دارنا عمي تنهضر بالدارجه ما تنهضرش باللغه العربيه باش تفهم اللغه ديالنا. فاش تهضر مع مرتك ولا مع باك ولا مع امك تهضر معها باللغه بالعربي بالدارجه ما تهضرش انا باللغه العربيه في الدار. دونك حنا تنتواصلوا الناس هادو ملي تيخرجوا للبيفات تيهضروا بالدارجه ما تيهضروش باللغه العربيه. دونك في هذا السبيكتاكل بالنسبه لي باش غادي يقدر يعبر مزيان هي اللي يهضر بهذاك الشيء. علاش كنسولو؟ الا كان هو باغي يعبر بالدارجه يعبر. انا ما قلتش ليه ضروري تعبر بالدارجه. سي طريقه باش دويتي معاه سي اي بصافي جوستومي مال على زيان. لا سا سي بيان باش نشوف الى اي حد منك تشاد. لا لا شاد جو سي با زعما تونري ما باني باش هادشي. ولا تكدفع على راسك مش ندافعش على استاذ جوزولي كتمارس الحريه ديال كامل. وي تماما لا واش انا استاذ تفضل صديقي. اظن ان مفهوم الحريه اولا يعني منذ بدايه التاريخ الانساني لا يمكن تعريف مفهوم الحريه الا من خلال الضد ديالو. يعني لا وجود اساسا لفكره ومفهوم الحريه الا من خلال العبوديه. يعني تعريف المفهوم انطلاقا من الضد ديالو. النقطه الثانيه تطرح سؤال هل الانسان مخير ام مسير. يعني كتجي الحريه ما بين ان الانسان مخير وما بين الانسان مسير. الفكره الثالثه فين برزت مفهوم الحريه على حسب يعني على حسب المعرفه ديالي. فكتاب ديال فريدريك
هيجل في فينومينولوجيا الروح ديال جدلية العقل والسلب. يعني كان جوج دوات الأنا والأنا يعني بروز لهما، وبالتالي كان لابد لذات أن تعترف بذات، ومن أجل يعني الاعتراف بالآخر لابد أن يكون يعني شخص أقل مرتبة من الآخر، وبالتالي هنا نتجت يعني مفهوم الحرية ومفهوم العبودية. اوكي دونك الى رجعنا من الاول هضرنا على الحريه كمفهوم، وهضرنا بزاف جبنا كلمه المسؤوليه وجبنا كلمه الاختيار وكلمه الوعي القيود، وهضرنا على القيود والحدود ديال الحريه فين تيساليو. نرجع عندك وخرج لينا لو تيم ديال الفوضى اللي تيخرج من بعد لو تيم ديال الفوضى، اللي الى مثلا خلينا كل ذات حره في راسها زعما دير داكشي اللي بغات وفاتت الحريه ديال الاخر، دونك تتوصل انها تولي فوضى. هادشي اللي وصلنا ليه حتى لدابا. شنو قلتي؟ تفضل. الحريه تعني شويه الانتحار. ها؟ الخطه ديال السويسيد سوسيال. اه. بغينا نقولوا زعما الحرية هي quand on pense c'est à dire je pense donc je me suis suicidé socialement donc c'est l'intihar c'est suicide pas liberté c'est le suicide. تقدر تفسر لنا اكثر علاش الحرية انتحار؟ ماشي انتحار داك لو سونس ديالش اكزاكتال سويسيد، مي كاين واحد لو سونس ميتافوريك ديال لا ليبرتي في لو سويسيد. راه ملي كتكون حر بحال كيتكنزعر، باش كنزعرك داك ما عرفتش شفت انت. حيت انا فهمتك ونقدر نعطي واحد المثال مثلا لا تتعرفوا هذيك المغنية مايلي سايروس ياك، وصلت لواحد الحد ديال الحرية انها ولات تدير اي حاجة بغاتها، زعما تدير زعما صور شبه إباحية، تتاكل لا دروغ، ولات كدير بزاف د الحوايج اللي بغات، وفي الاخر داكشي ادى بها انها هي واخدة الحرية ديالها ولكن وصلت لشي حاجة خايبة، ما وصلتش شي حاجة مزيانة زعما. تقريبا تقدر يكون هادشي عنده علاقة زعما هي هادشي اللي فهمت. حيت انا تنحاول نفهم. تقريبا بحال هكا. اوكي. شي تفضل. أعود إلى مارتين سين. الحرية عندما نتكلم عن الحرية، نعم نتكلم عن الحرية، ليست مرتبطة بالفرد فقط. الحرية مرتبطة أيضا بالمجتمع، ويمكن أقول اليوم الحرية هي التنمية. بعد أن قلت الحرية هي توسع الاختيار، الحرية هي التنمية، لأن الحرية ليست لها مفهوم لا يرتبط بالفرد فقط. عندما تجد مثلا أعطي مثال الوصول إلى المعلومة، بين مجتمع لديه كل الوسائل المتاحة للوصول إلى المعلومة في تحقيق التوجيه في تحقيق التنمية إلى غير ذلك، وبين مجتمع لا يصل إلى المعلومة، هذا مجتمع لديه حرية وهذا مجتمع ليست لديه حرية. فالحرية اليوم أصبحت لديها تجليات، لذلك في المفهوم اليوم الحرية، بعد أن قلت الحرية هي توسع الاختيار، الحرية هي تنمية. يعني اليوم أتمنى يعني هذا المقاربة ربما اليوم حاضرة بقوة، الحرية تنمية. شكرا. الحرية بأنها اختيار بأنها قرار، هي أول حاجة اللي نسميها هي أنها حق، هي أول حاجة هي حق، هي كان خصنا نديرو هي نديرو شي حاجة وحنا مرتاحين، يعني ما نحسو بتائها، أنا ما نحسو بتا شي حاجة مرتاحة، هي حق، حق. مزيان هادشي اللي وصلنا بلي هي حق. تفضلي. أنا غادي نتمم الفكرة اللي شاري هذا بزاف مني صار بأن الحرية مرتبطة بالتنمية، غادي نقدر نمشي لأعمق من ذلك، وغادي نرجع للفكرة اللي شارها الزميل الأول على هيجل والقضية ديال الحرية مرتبطة بجدلية العبد والسيد. الحرية هي مفهوم أكثر من ذلك، يعني مرتبط بالدولة ولا بالمجتمع المدني اللي جينا قصدي، يعني باش أنه أعطى المثال ديال أن مجتمع مثلا عنده الحرية أنه وصل المعلومة، مجتمع آخر غير وصل المعلومة، هذه الحرية مرتبطة أولا بالدولة، هيكلة الدولة مرتبطة أيضا بنظام اقتصادي فسائي، يعني واش حنا عندنا نظام راه ليبرال، واش عندنا الليبرالية هي اللي سائدة في المجتمع، وكيفاش الدولة والنتائج ديالها واش كتحقق الحرية المتكافئة لجميع الأفراد، ولا عندنا نظام مثلا نظام يعني اللي كيحقق اللي كيسعى أنه يحقق التوافق، لأن في نهاية المطاف الحرية اختيار وعن وعي ولكن في نهاية
نوع من الإجحاف. إذا بغينا نمشيو للحرية في أعمق مدى، يعني أقصد بأعمق مدى يعني ممكن شي إنسان عنده الحرية باش أنه أصلا هو مازال ما وصلش لواحد المرحلة باش يشوف واش أصلا عنده الحرية، ما تحطش في ديك لاسيتياسيون باش يشوف واش هو عنده الحرية، يعني مازال ما تحطش أصلا قدامه الخيارات باش يعرف واش هو حر ولا ماشي حر. يعني أولا كيكون واحد تكافؤ في الفرص، واحد توازن داخل المجتمع ولا داخل الدولة ككل، عاد من بعد كنجيو نهضروا على الحرية كمرتبة يعني ثانية. يعني باش قلت لك في البداية راه الحرية مايمكنش نقزموها ونهضروا عليها في كلمة، يعني كاين شي حوايج خصهم يتوفروا عاد نقدروا نهضروا على الحرية. يعني الحرية كأعمق، يعني أما إلا بغينا نهضروا على واش مثلا واش كاينة حرية التعبير، أنا نهضر ممكن نعبر بحرية عن رأيي، ولكن ما بعد ما هذيك التعبير على رأيي من بعد احنا كنعبروا على رأينا، ولكن المصير ديال من بعد أننا شنو غادي نديروا، واش بصح لاني في نهاية المطاف حنا أحرار في المصير ديالنا، كيفاش كنتعاملوا فيه، كيفاش غادي نبنيو مستقبلا. المهم هذا في أعمق ما دايرة بغينا، غير حيت منيش النقاش تعمق قلت زعما نساهم قد أنا المصاري يمشي لأعمق ما دايرة، يعني باش أننا نفهموا الحرية في العمق ديالها أكثر. واخا مزيان هادشي كاع اللي وصلنا ليه. عندي سؤال كيما عرفتش واش سؤال شويه شخصي. زعما شي واحد هنا في القاعه شي مثلا تيدير شي حاجه وتيحس براسو واخا تيديرها مازال ملقاش مازال ماشي حر فيها، مازال هو مثلا ينقل امتحان ممكن ناخذ المثال هذا نشوفوا الطريقه واش عنده حريه انه ينقل ولا ما ينقلش. انا ما عارفش، انا كاستاذ وهذا كاستاذه واش الطالب عنده حق ينقل؟ ما عرفتش شنو هو الجواب ديالكم. ما عندوش حق، علاش قبل ما علاش كينقلوا؟ عنده الحق الا ما شافوش. لا عنده الحق الا ما شافوش. تمام، عنده الحق الا شاف واحد اخرين كينقلوا. شاف واحد اخرين كينقلوا فوالا. ناخذ مثال اخر، ماشي نقل، ماشي من حقك تنقل، زعما خصك تحفظ وتجي. كلكم اتفقتوا على انه ماشي من حقه ينقل. تماما، انا نعطيك المثال دابا الاستاذ شار المثال مثلا ما كاينش، هو ما منحقوش. راه فاش قلنا ما منحقوش راه في اطار هذاك السياق اللي كتبينه ديال اننا كنعملوا الفرصه، يعني الا تعطى الواحد مثلا ينقل ما غاتكونش فرصه. اولا ماشي حيت دابا اللي في الطالب ديالكم كان غيش ما شي حاجه مشروعه. دابا كاينين الناس اللي ما عندهمش مثلا دوك لي تروك باش انهم يغشوا، ما كيعرفوش فهمتي، ما عارفش اصلا كيفاش يدير يغش فهمتي، ما لي تكنيك ديال النقل ما عندوش، دونك هو غيكون ضايع حتى كاع كان داكشي باش فهمتي كيتحرش. باش كنقول الغش يعني شي حاجه داكشي باش قلت بما ان مفهوم الحريه راه مرتبط بواحد المنظومه قيميه كامله داخل المجتمع، بواحد النظام مجتمعي كامل، عاد كنهضروا على مفهوم الحريه في واحد السياقات معينه. واخا دونك واخا انا نعاود نطرح السؤال وانا نحاول نعطي مثال وانتم جاوبوني واش الا ما كانش غندوزو لمثال اخر. ما كاين حتى شي واحد هنا في القاعه تيكمي لا يدخن حتى شي واحد. اوكي واخا كاين نهضروا على ها الا ما كانش شي كمي ما يقدرش يقول لنا شنو هما الحوايج بصح فيما تيحس بالحريه، حيت كاين زعما مثال لما كان حتى شي واحد ما كيديرو راه ما يمكنش نخدمو به. انا نعطي مثلا بالتحرش، ومن البنات كاينين، واش فايت لكم تعرضتوا للتحرش؟ ايوا جواب زعما واش فايت ما تعرضتوش للتحرش؟ واش فايت ما تعرضتوش للتحرش؟ واش داكشي نهار واش شوف تلاقيتي مع الملائكة خارج؟ لا مستحيل داكشي نهار واخا إلا خدينا هاد المثال هذا ديال التحرش مثلا، بزاف البنات يتعرضوا ليه، يقدر مثلا شي بنت ما تقدرش تقول لنا راه هنا ولكن عارفينو بلي كاين. إلا فتي مثلا واحد الوقت في الليل في الزنقة فانتي تتعرضي راس، ماشي انتي كتعرضي راس، ما كاين لو ريسك ديال انه يطرى هذاك، كلنا متفقين على هذه القضيه. لا ماشي بالضروره في المهم في اي وقت، زعما انا حاولت نعطي لك استخدام ممكن تكون ربعه العشيه وانت غادي اصلا لافاك، يعني ماشي بالضروره ويطرى اوكي، ولكن
مثلا. ولكن سمح لي عافاك، القوانين ديال المجتمع هي كتحتم على هذاك الوقت، راه كاين لو ريسك ديال انك ولكن نتوما كبنات مثلا كلكم عندكم الحق تخرجوا حتى مع 12 ديال الليل وتخرجوا زعما الظروف. لا ما يمكنش، راه على قلت لك راه المجتمع ما يمكنش تخرج فيه. مثلا كون كنا في شي مثلا غير مدينه كاينه، مثلا مدينه مراكش ممكن تخرج في اي وقت، ولكن الا جيتي سلا ما يمكنش لك تخرج في اي وقت. لا دونك راه كاين زعما راه هذوك التمثلات المجتمعيه اللي كتاثرك هي اللي كتخليك واش اكثر حريه ولا كتاخذ الحريه ديالك. يعني هاد البنت تقول باللي راه المجتمع تيحتم علينا نتبعوا واحد السيستيم اللي واخا تيكون اصلا من حقك تخرجي مع 12 ديال الليل ضروري خصك تبعي ذاك المجتمع ديالك. حنا الى حيدنا هاد المجتمع نديرو حنا المغرب بخير، زعما تقدر تخرج عندك الحق تخرجي في ذاك الوقت. كنا متفقين بلي عندنا الحق نخرجوا في ذاك الوقت واخا، ولكن ملي مثلا انت تبغي تخرجي في واحد الوقت وانت عارفه بلي غادي تقدر طرا لك هاد لاسين هادي ديال تقدر تخرج فيك شي واحد ولا شي حاجه، شنو الاحساس اللي تيكون عندك؟ ماشي غير انت زعما البنات كامل الخوف شي احساس خاص. انا شخصيا كنت عرضت لها يعني وتعرضت له مجموعه من اللحظات، لكن مجرد انني اخرج من بيتي كنقول مع راسي كنقول على ان يعني على الانسان ان يتانسى. كنقول بانني انا كنقول انا حره زعما اني المهم بعض المرات عفاكم نسمعوا كنمشي لشي حدث على سبيل المثال مثلا ندوه او مؤتمر او شي حاجه بحال هكا، اضطر بعض الاحيان ما نخرجش من الوقت مثلا العاشرة ليلا او التاسعة ليلا بحال هكا، ولكن استحضر دائما باني ما نتبعش الاشخاص الذين يحوطونني، ما نتبعش لهم كاع بالمرة، واقول دائما اردد عبارة ديال انه على الانسان ان يراقب ذاته وان يتانسى، لانه كل انسان مسؤول في النهاية عن ذاته. فهمت؟ يعني واخا عارفة بلي كاين هذاك الشيء تتقولي زعما بحال تتلقاي دوك القيود تعاودو يشدوك ديال المجتمع وكتلقاي راسك بلي مازال غادا في نفس السيستم. نقدروا نشرحوا هذا الشيء زعما حيت راه تقدر تضبط ذاتك، ولكن الذات الاخرى ما تقدرش تضبطها. فهمت؟ ولكن زعما هضرنا البنت قالت الخوف، قالت الخوف كو بعض المرات تتبغي دير شي حاجه اللي هي من حقك، ولكن راه واخا المجتمع فارض علينا واحد الاتموسفير واحد فهمتي واحد الجو ديال ان حنا ما خصناش نخرجوا في ذاك الوقت، هو من حقك تخرج في ذاك الوقت، ولكن هذاك المجتمع كما قلنا مثلا الاحساس ديالنا من جهته هو الخوف، مثلا تنكونوا تنخافوا من ذاك زعما ما يقدر يجي شي واحد وينشفك بالليل ويضربك بشي حاجه، دونك انت تتخاف. شنو تقريبا هذا الشيء اللي بغيتي تقولي ولا بغيتي تقولي شي حاجه اخرى مع الخوف؟ واخا، وإلا هضرنا مثلا على عندي سؤال على القانون، واش عندنا ليه نفس الإحساس تاعو؟ زعما واش هو تنخافو منه؟ في الأخر؟ ها؟ إلا قانون. شنو كتقصد بالقانون؟ زعما القانون كاين القانون العادة وكاين القانون ديال التشريع. لا أنا تهضر على القانون أون جينيرال، زعما القوانين ديال ماشي كنخافوا منك احترموها. على ذكر الاحترام بالنسبه لك استاذي العزيز، شنو بالنسبه لك الاحترام؟ القانون شنو الدور ديالو؟ هو انه يقنن الحقوق وبالتالي يحدد المسؤوليات، هذا هو الاساس، ويحدد الجزاءات والعقوبات، هذا هو الدور القانون مختلف. هذه القاعدة العامة، ولكن هل لا تقول لا هذه تسمى القاعدة العامة، بمعنى أن إذا خدينا قانون السير، إذا خدينا قانون التشغيل، قانون التشغيل يمنع التشغيل قصيري باغ إكزومبل، ما خصكش تشغل أقل من 15 سنة، وإلا شغلتي 15 سنة عندك العقوبة كذا وكذا وكذا، تطبق عليك مجموعة من الحدود والإجراءات في حقك. هذا في إطار القانون، ما ننتظرش بان يكون بوليسي في الطريق باش توقف الدور الحمر او باش دير السمطه ديال خصك ديرها،
توقف الضحله ودوس الدور خضر، ولكن او ميم طون خاص هذاك كيمشي على جديد كنت حتى متوقع المستهلك، لكن كيبقى مشاكل خصو يمشي خصو يقطع الوقت اللي يكون الطوموبيلات واقفين في الدور الاحمر ويقطع من المحلات ملي تيمروا الراجلين، بمعنى ان حق تيتركب مع حق تيتركب مع حق، ملي كيولي غير واحد اللي يفرض عليه الحق تيولي هناك مشكل عيال. لذلك كنلاحظوا بان عندنا فوضى في السير في المدن، انا كنلقاو بان الطوموبيلات هادو كيوقفوا في الدور الاحمر ولكن وتيدوزوا في الدور الخضر، ولكن مع ذلك الراجلين تيمشيو فيما بغا تيقطعوا كيما بغا، لدرجه انهم تيقطعوا حتى في الطرود، في الطرود كتلقاهم تيقطعوا ممنوع نهائي، لان علاش؟ هذيك الروح مشات، ما حد كيتا قانون تحميها، قانونيا كيتا حاجه كتحميها. فهمتك، انا السؤال حيت انا سولت سؤال القانون لا يحمي المغفلين. طبيعي. عاوتاني، القانون يحمي المغفلين، بما انك بما انك تعرفوا تحترم. دابا انا السؤال اللي سولت مثلا الا خدينا مثلا في القانون مثلا كاين ناس مثلا تيفطروا في رمضان غير ماشي مؤمنين ماشي مسلمين ما تيفطروش ما تيصوموش في رمضان. لا 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 ما مت 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 تطلقش اوصاف ماشي هي هذيك زيد ايوا لان حكمت لان شوف انه ما كيصومش في رمضان هذا ماشي قانون هذاك دين ماشي قانون لا ولكن كاين قانون لا كاين قانون هذاك اجراء دارته الحمايه دارته في عهد الحمايه هما اللي داروه ما داروش دارته فرنسا ما داروش المغرب يعني انا كانسان غير مؤمن ما عنديش حق لا ما كاين حتى حاجه ما كاين حتى حاجه في النص ولا في الحديث كتمنعك لان بالعكس في الدين اذا كنت مسافر او كنت مريض او كذا عندك الحق تفطر عندك حق علنا غير احنا عندنا واحد القضيه ركبنا على المقدس اشياء ديال الشعوذه وزدنا القداسه قداسه واللي تنقولوا بان القانون تيعاقب اش القانون تيعاقب اش يعاقب على ممارسة واحد الحريه لا على الابلات علاش يعاقب الناس اللي كيصليو علاش تيعاقبوش لا ولكن انا السؤال اللي عندي هو واش هذا الشيء كاين ديال انه تيعاقب الناس اللي تيفطروا في رمضان لا ولكن هذا الاجراء يعاقب شوف هذا انا قلت هذاك القانون اللي داير ما غتقوليش لان المغرب ماشي هو الاسلام المغرب هو جزء من الدول الاسلاميه هي مليار ونص ديال البشر واش هذاك القانون كيطبق في تونس؟ لا ايوا تونس عندهم الحق يفطروا اذا المساله نسبيه احسن المجتمع كتواجد فيه عندك الحق تفطر في هذا في تركيا عندك الحق تفطر هو فين هو المشكل؟ لا ولكن مثلا كناس مغاربه بغاو حتى هما يولي هذاك المغاربه ماشي مسلمين ما كيتوجدوش مسلمين كيتزادوا مغاربه عاد يوليو مسلمين الا بغاو يوليو مسلمين هذاك شغلهم هذاك حقهم هذيك حريتهم الحريه ماشي انت ماشي من حريتي ولكن انت من الاول اللي كتحط بان المغربي هو مغربي ومسلم وكذا خصو يدير خصو يدير انت كتحيد الحريه ديالو كامله وعاد كتقول واش عنده الحق يدير انت حيدتي له الحريه انت واش انت حوتي لا انت هضرت عليك انت انت اللي كتقول لي مسلم وخصو يكون كيصوم وخصو يكون كيدير هذه المواصفات ديالو الا خرج دابا الا بغيت نقدم راسي انا مسلم او مسلم لا قال مسلم لا استاذ واش استاذ نقطه تنبدا نصح واحد ونط واحد الحاجه هذا سي ان جوكر يعني ان داكشي اللي تيقول هو لا داكشي اللي تيقول هو يا داكشي اللي تيقول هو انا اسمح لي مروان مروان انا بغيت نقطع هاد القضيه دابا عاد ما كانش ما تقاطعنيش صافي علاش انا لا والله العظيم لا شوف على الرسول عليه انا شوف استاذ جازولي تا هو تا مسرح طبيعه باش انت تاخذ هذا لا انا ما عنديش مشكل انا غير تنبغي لا انا شنبغي نزيد انا ما كنديرش الصراعات ديال الاهل فهمتي انا جوكر ما عندي حتى فكره انا راه تنسمع كاين اش كتقول تنعاود نقول لهم واش هادشي اللي كيقولوا زعما باش نوصلوا حيت بدينا وصلنا لواحد النقطه اللي هي الخوف وعطيتيني واحد النقطه مهمه اللي هي الاحترام اللي كاينه في النص اللي كنلعبوه اليوم النص ديال المسرحيه اللي تنلعبوها اليوم شنو هي العلاقه واش كاينه شي علاقه بصح بين الاحترام والخوف واش نقدروا مثلا نحسبوا انه كاين مثلا شي 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 مثلا بنت تتقول لك انا راه ما تنبغيش نخرج للزنقه بالليل حيتاش تنحترم والديا ومن بعد تتقول لك تنفهموا بلي هذاك راه ماشي احترام مي هو خوف هي خايفه من والديها يجريو عليها ولا شي حاجه دونك ماشي تتحترمهم هي تتخاف منهم زعما بغيت نفسر بغيت نسول واش كاين شي علاقه بصح بين واش لو ريسبي الاحترام
هو الخوف ولا غير تنديروه باش نتدربوا وحنا راه خايفين؟ فهمتي هذا هو السؤال اللي عندي.